عزيزي المشاهد، هذا مو مقطع فورتنايت، لكن ابغى من وقتك 30 ثانية الان. في تايمر الساعة الان 2:55 دقيقة الفجر يوم الاربعاء الموافق اليوم. فورتنايت راح تنزل حزمة بالايتم شوب باسمي لاول مرة. قالوا لي شوب سلام عليكم، عطنا 5 سكنات و5 رقصات و5 اكسات، وراح نختار واحدة باسمك ان ننزلها بالايتم شوب. والان العد التنازلي بيشوفها مع بعض، تمام؟ انا ادري ان المقطع امونج اس، لكن اسمعني وركز معي زين. عندك 48 ساعة في حال انك دخلت فيها فورتنايت، بتروح للايتم شوب بتحصل الـ 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 الحزمه نازله حقتك، تمام؟ الان باقي 4 دقائق وبشوفها مع بعض. اذا نزلت يرحم امك، ترى علي انظار، بكره يمكن اطلب سكن. فاذا نزلت يرحم امك، حط الكود ضروري، بيشوفون كم واحد حط، كم واحد شرى. دعم هذا يعتبر دعم ليفل ماكس. فالان في البث المباشر مع الشباب بنشوف الان مع العدد التنازلي الحزمه، وبحط الكود بوريكم اياه وبترككم على طول بعد المقطع. اذا ما تبي تشوفه ما تحق فورت سوي سكيب عادي. لكن بذكر نقطه يا اخوان، استخدام الكود في 48 ساعه على الايتم شوب كامل راح يكون عندي دبل اكس بي، يعني كانك دعمتني مرتين، مستوعب؟ على كل الايتم شوب 48 ساعه الى يوم الجمعه. طيب باقي عندنا 15 ثانيه. عايز المشاهد ممكن سكن يطلع مو حلو، عادي والله عادي، بس لو طلع ان اسمي في الايتم شوب هذه بحد ذاتها تعتبر كبيره. فنقول يا رب العباد، بسم الله، يا رب 2-1 باور شونغروكا. يا جماعة الخير، كون ان اسمي ينحط في الايتم شوب عند كل يعني نينجا، السلام عليكم، وش في الايتم شوب باور شونغ؟ من هذا ممكن المرة الجاية اشوف سكن، ما ندري والله العظيم. خطوة كذا، ستب عبارة عن ستبات جاية كثير. فأتمنى منكم يا جماعة الخير إذا نزلت تغريدة الآن أنكم ما تقصرون مع فورتنايت بشكل خاص، لعل الله يحدث بذلك أمره ويصير فيه سكن دقن قصير عارض فورتنايت. ما أدري غير الحزمة موجودة يا جماعة الخير، برضو فورتنايت حاطيلي باللعبة يا أخوان بطولة باسم باور شونغ. اليوم الساعة 10 راح تبدأ، يعني وانت قاعد تطلع المقطع راح يكون في بث، الآن قاعد أبث بتويتش، الرابط برضو تحت. البطولة عبارة عن 4 سكواد، أنت وأخوياك تدخلون تتجمعون باللوبي، ثم تروحون عند كومبت، ثم تحطون باور شونغ كب، تضغط عليها تدخل طبيعي، تبحث طبيعي. والبطولة أيضا عليها جوائز، فرابط البث تحت عزيزي المشاهد. إذا أنت فاضي تعال شرفنا، راح ألعب أنا وفيصل يجي ومودي وياسر مخ جيم واحد كلنا مع بعض، ويمكن نقابلكم في نص الجيم. شكرا لكم، شكرا لدعمكم، لا تحرمونا منه يا إخوان. 48 ساعة راح يكون الكود موجود عليه دبل، فلا تحرمونا فيه من دعمكم. آسف طولت، كملوا المقطع، لكن فرحة حبيت أشارككم إياها بلحظتها. الله يسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد انقطاع غرابة الشهرين عن مودات أمونج، جيناكم بالعيار الثقيل، مود ضخم ودسم، ومو بس مود، اليوم معنا أسماء من العيار الثقيل. أنا أستاذ رامي، طلع لي 10 فيس كام. السلام عليكم جميعا. يا مرحبا. اليوم مودنا غير، المود هذا نزل صايب قبله، لكن الآن لأول مرة بنجربه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، دور سبايدر مان، بضغطة زر واحدة أتحول إلى سبايدر مان وعنده خصائص. لحظة يا جماعة، إذا قطعنا لازم نرجع بالدسم، صلوا على محمد. خصائص سبايدر مان بتشوفونها قدامكم الآن، لكن قبل ندخل بالعميق عزيزي المشاهد، طلب، والله أدري ما قصرتوا، دائما دعمكم عزيزي أمونج مرة قوي، فأنا أدري أنكم ما تقصرون، لكن والله إن ما نتأخر إلا لأن الموضوع صعب ومكلف، لكنكم تستاهلون. إذا أنت جديد على القناة تأكد أنك مشترك، وإذا أنت قديم اللايك يخليني أرفع يدي أنا وش أرفع يدكم يا جماعة. أسأل الله العلي العظيم ذو العرش المجيد الفعال لما يريد يمن يطالعني الآن إنه يسعده في الدنيا ولا ويمن الآن في قلبه ضيقة أو هم أو في شيء مكدر خاطره إنه يزيله. الله يشرح صدوركم ويسر أموركم ويحل عقدة من لسانكم يفقهوا فيها قولكم. دعوة صايمين إن شاء الله. طيب وللي اشترك الله يجعلها دبل، واللي حط لايك راجع دبل بعد. طيب المود يا جماعة بكل اختصار، كودك نسيتها، شوف كودك نسيتها، يعني ايش الوضع؟ ابو خالد كودي موجود ما يتغير، لو افسخ ملابس يرجع على طول شيله قدام عينك. طيب وعلى طاري الكود، على طاري الكود اسمعوا هاي، وطبعا نون مجهزين لكم برمضان تاجا، سواء شخصية سواء حط اس اكس بي يو. ابغى اطلب لي شغلة لكن ما ادري من وين، ابغى يوصلني بسرعة لكن الله اللي يعين. قال لي شونغ نون جرب شيء يخش عليه، يخرب بيت اللخمة في اكثر من اللي ابيه، توصل في يومين كل شيء تبغاه يجيك، هذا المعروف عند موقعهم نون اكثر موقع يرضيك. اس اكس بي يو يخصم برضو يا لبيه، قل لي الحين انت ايش تستنى، ادخل نون وشوف ايش فيه. الان الخصائص يا اخوان بدون ما نطول عليكم، عندنا تليبورت، اقدر انتقل لاي مكان بالخريطة فقط ضغطة زر بوم. سلام لا معليش اي وين التليبورتي؟
انا وش شبكت واحد انا وش صار صار ايوه السلام عليكم ضيعت الطريق برجع الخاصيه الاولى يا جماعه خاصيه تليبورت اي مكان اضغط عليه ضغط زر واحده انتقل على طول واروح له بدون اي تاخير على طول اوصل فيه هذا رقم واحد رقم اثنين خاصيه السحب اقدر يا ناصر بضغط زر اسحبك عندي تعال عطل اسحب اي واحد بالماب عندي ومو بس كذا يا ناصر وقف شوي ترى شبك ما تتحرك من مكانك بضغطة زر ايضا مو بس كذا يا ابو خالد بضغطة زر يا ابو خالد اعطيك حبة واحدة اشيلكم يما يا عيال يا عيال تحسبون خلصنا وين خلصنا وين سبايدر مان يتحول الى ايرون مان وعنده خصائص زياده بس ما راح احرق شوف المقطع يجي المشاهد لا تحرمنا من لايك والاشتراك نسبي بالله نبدا المقطع يا اخوان ليتس جو يلا يا ساتر طيب بدينا الجيم الاول يا اخوان يا رب مو مشكله راضي جدا طيب مود جديد طور جديد نتفائل يا اخوان ان الطور هذا يكون يعني ان شاء الله تزول لكم اشياء كلها دسمه فلا تحرمونا من دعمه بسم الله اخي قسم بالله العظيم ما توقعت ولا 1% اني اصير سبايدر مان يا رب لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا عندنا سويب كام هذه حقه الايم وانا معروف الايم الكويس نشوف المهمات اللي عندنا اول شيء عندنا في ميد باي عندنا ستورج عندنا في الادمن اهم يو من زمان على موكناس سويح الجا بس يتفرج طيب الكامات مين عندنا جاسر راكان يفرفر سعد نزل تحت كالعادة الماب فاضي ما في حركة المهام تقريبا متوسطة مو بكثيرة خلصوا المهام ادخل غرفة الالكتريك كلنا نعرف ان الالكتريك كلها مشاكل خذ هذا على طول لا معرق واضح يا جماعة الخير بسم الله توكلنا عليه أنا إنسان طبيعي أنا مسكين أصلاً يعني صعب مرة فيه أشياء مرة كثيرة يا ربي عشان أخذ السيزر ذا المقص لازم أخلص التسكات أعتقد إنه عشان إذا أرسل عليه الشباك ذا حق سبايدر مان ولد ما فيها دينا ليش بس أنا أزوي تسكات والله لازم أتفرج لا أوكي لا شك إني سوح رايد ضايع يسوي مهمة رايد لا تسوي تفيك عندي لا أبخش وين والله بطلع فوق وتحول شفته ورب المصاب شفته ناصر جاسر طفي عندي والله يا حزي طبيبين يا حزي طبيبين أهلين شفت شفتو هو بس واحد من أبوه لا لا هو برايد ولا هو بجاسر صار عيال صار السلام عليكم ناصر جاسر سعد بعيد دقيقة السلام عليكم الحمد لله سلام كنت فوق أنا أبو السويحل وكان معي إيجل وكان معي ناصر ممتاز وأحمد أنا معك أيوة لحظة أنا معك ما تسحب علي كنت عند الوبن طلعت من الوبن على الكافيتيريا بأنزل تحت إلا طلع بوجهي ذا الأحمر طلع بوجهك يسوي طلع بوجهي بيأيم علي بيحط الشبك فيني حطه في الجدار ولله الحمد إيه ما ضايع يعني حاول ذبحت طيب إيه ما ضايع أوكي عندنا مواصفات إيه ما ضايع عندنا أبو خالد إيه ما ضايع وعندنا رايد إيه ما ضايع ما في إلا رايد وسعد أقسم بالله أنا معاي جاسر وناصر صح ولا لا؟ في حاجة صارت يا جماعة الأمبوستر فعل الرياكتر أول ما بدأ الجيم معناته واحد يلعب شوي والله يا عيال الكل يصدم وأبو خالد موجود لازم يموت مودي إذا ما مات مودي كلنا بنضيع والله كلنا بنضيع يا جماعة طبعا عندي خاصية المقص تحت يساري إذا تشبك خلوه
طب ليش تقطع طول؟ اذا تشبك خوي اقدر اني افك عن طريق الشبك هذه. خذوا هذه انا اوريكم. الله! طيب عديل ابو سويح الايجل، عديل ابو سويح الايجل كانوا هنا ومره سبايدر مان طلع على فوق. لا 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 يا ولدي صوت صوت هو محمد ولا هو بالبني ولا هو بعادل. سبايدر مان ضايع. هي والله سبايدر مان السلام عليكم يا عيال. السلام عليكم. السلام عليكم يا عيال. توقعت ابو هزاع مات ما في مشكله. توقعت ان اسبك لاعب ممكن احصله في امونج بيكون ابو خالد، لكن اليوم انصدمت بكلامي غلط. اليوم يا جماعه الخير عندنا قاتل يتمشى جنبنا ويفسخ اللبس ويلبس قدامنا. تفضل يا اخوان صوتوا على راكان. والله اللي قايلها راكان السمك. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تمتعون بإذن الله. بإذن الله لا أعرق عليهم تعريق وأسوي نفسي مواطن بريء مالي دخل، بس مشكلة لو عرقت عليهم مرة بيقولون هذا فنان. ناصر بصلح معاك. أوكي صلح ناصر. أبغى أبدأ أضمن فيهم، لازم أبدأ أضمن فيهم. وينهم؟ أحمد ما هو مطمني، ما هو مطمني مرة، ما هو مطمني. طف الكهرب وجاء حضر. أبى أسوي حركة يا عيال، عندي حركة براسي بسويها. إيش بتسوي يا أحمد؟ أبى أقفل الباب هذا وبقفل الباب هذا. بس ليش سويت كذا حبة هنا؟ ثم بطلع. أبو خالد ناشب لي. أبو خالد يا ربي. ابو خالد ابو خالد صبر 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 صبر. اذا بتقول يا ابو خالد اني انا طلعت فوق، فانا والله يا ابو خالد بقول حسبي الله. ليش بقول حسبي الله؟ بالكنفتي. طيب طلعت فوق يا طب الكهرباء. انا تحت نازل قدام عينك. تستهبل تستهبل ابو خالد. انا نازل تحت اول ما طفى الكهرب، بعدها ما ادري وينك. في انك انت تسوي نفسك مجنون وجبت العيد، يا الناس صدق في واحد كان فوق. لا تعال. لا لا والله لا لا لحظه 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 خالد. ابو خالد شفته يفسخ ملابسه ولا لا؟ ما شفت. انا فجاه رحت فوق لقيت سبايدر على طول كان جنبي ابو شاي. يا مودي يا يكون عندك شيء واضح ولا يا اخي؟ ابو خالد بالله عليك شنبك يا اخي شنبك. ابو خالد ختاما لكلامك ختاما لكلامك ختاما لكلامك ابو خالد، هل تتوقع انك توصل فيني مرحله اني اتحول جنبك؟ بالله عليك حرام والله حرام عليك ابو خالد. ايه العيال ايش فيهم مشدين امها كذا؟ الله ياخذك يا ابو خالد. نشب في سروالي يا عيال. والله لا شبك يا ابو خالد برا الماب والله. طيب اخلص المهام دي. عندنا الدو وعرفه الدو وعرفه مجنون مجنون. نشب في سروالي يلحقني من اليوم يا عيال يلحقني. لا يلحقني يلحقني على ربي امك. مجنون والله قفل الباب قفل وخلي حالي في النوم ورب البيت. والله لا زر. زر زر ابو سويح تكفى. انا
خلصت والله اسحب شكلي تعال وين البخور تعال تعال الله يلعن صايم صايم الله يلعن وراك وراك الماء ما خلصت وين اخلص وين اخلص وين اخلص لا اعذبك تعذيب ايوه ايوه بطل بطل رجال صح دقن دقن ايوه خذها خذها مني يا ربي يا ربي يا ربي بسم الله يمكن يلعب واحد ولا مدري يا عيال انا اول مره ادري لا مو قاعد لعبه رعب هذا وشو ابو خالد مات دقيقه خلينا نتكلم بالله تكفون اذن ابو خالد شفته جنبي وانا عند هنا على اليسار ما ادري ايش اسمه هذي إيه؟ واحد كان معنا بس واحد ركان كان جنبي يا عيال شو الامر ثاني عادي يقدر يسوي انفيزيبل يمدي يختفي ترى القاتل يا عيال اختفى من جنبك يعني ابو خالد كان حي اول ما جت تسويت شويه اشوفه ميت وجنبي ركان بس انا وركان ابو خالد يا عيال بنفس اللحظه ناصر هل بنفس اللحظه ركان عندي عند البطاقات فجاه عندي عمليه سبايدر مان تيليبورتنج اختفائك ركاني صدقني يا عيال دقيقه خلوه يبرر ثواني رايد انا ما كنت معك رايد هلا عشان كذا انا ما قلت انت انا ايش دخل احمد الوقت معك ليش احمد انا او صوت أنا عليك مودي وانت ذبحته يعني انت هذا تفكير البقره تعرف البقره اللي يحلبونها تفكيرها كذا يا عيال لا نطلع على طول ولا نظلم ركان بنحط سوس بس برر اذا تبغى تبرر انا بسكر عادي يا عيال لا تسكر مشكله يا عيال ما عليه ناصر انا بسكر ناصر عددنا كبير عدم خاطر يا عيال شبيتها بينهم نظفت سجلي من ابو اذن حلوه هذه مره حلوه مره الآن أبغى أكسب واحد حس إني بلعب عليه. سوي نفسي سوي مهمة هنا. المهام قاعد تمشي بسرعة يا عيال. أوف يا عيال كلهم ماسكين سراوي البعض. طيب احفظ سعد جاسر أبو سواحل وزاع. أعوذ بالله خمسة هنا. في حركة براسي أسويها. ايوه احمد برا احمد برا احمد برا يسعد امك يا ركان يسعد امك يا عيال سحبني حسبي الله طيب ابى اتكلم وعندي ثواني تمام يوم طفى الكوميونيكيشن وكلنا كنا عند السكيورتي طلعت من الكافيتيريا على اقصى اليمين ابى اروح اصلح الكوميونيكيشن اول ما وصلت الويبن شايفني ادري شايفني بس ايش اكفيك بقول لك ليه ثواني بقول لك ايش اكفيك انا اول ما وصلت الويبن يا عيال انسحبت بالحبل وانا من السبايدر مان وانا برا فوق سحبني لكنه ما ذبحني هذا واحد يبغى يطقطق علي واحد يبغى يضغطني وانا صايم مين يبغى يضغطني وانا صايم ثم نرجع لي وسوي ريبورت ركان ازيك يا ركان برر والله اذا بررت واقنعتني لما اسكر اللي كان شاهد على الموضوع سعد انا مو صح ابو هزاع كان موجود بعد ابو هزاع تقدر تتكلم تقول وش صار اي انت اخر مره جيتنا من عند السكيورتي طيب صعب اني اضمنك اذا جيت بالسكيورتي ترى مو بسبب ركان بس في حاجه واحده ممكن تساعدني يا عيال ايوه ومديك تختفي بعد يا عيال اللي كانوا بالكوميونيكيشن وقت ما الكوميونيكيشن اشتغل اللي صلحوا اسماءكم الان كلكم بريئين انا حافظهم عدهم عند انا رائد ناصر ابو سويحل جاسر باقي عندنا ركان وسعد وناصر جاسر موجود انا شايفه اجل الشايب العائب ايجل شوف لا 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 صابع الدام يا ابو ايجل انا شايف ايجل بالكامات ودي اطلع ركان والله ودي اطلع ركان لا 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 شايف انا ركان صدقني ان ركان طيب دام ما في الا ابو خالد مات اسمع دام ما في ابو خالد مو مهم مره وين ابو خالد وين سكيب يا عيال الان انا سيد مره سيد لازم العيال يشوفوني امسك الكامات لازم خل رايد يشوفوني ماسك الكامات والله ماسكين سراويل بعض العيال
خلنا نبدأ نسحبهم نسحبهم ونربطهم برا. بسم الله ناصر بالله اسحبها بطفي كهرباء مرة ثانية واسحب هذا. سحبت اثنين طالبك استكمل. لا 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 الله يسعد امك الله يسعد امك السلام عليكم. الله يسعد امك الله يسعد امك لا تاكل المسكوت. صلوا على النبي يا عيال. انا كنت قريب من الكافيتيريا زين الا عديل من طول معذره كذا. اسمعني صلوا على النبي الحقه لحقته. وين رحت؟ جهت قريب من السكيورتي ما ادري اسمه ذيك. مين قدام عيال اسولي ناصر الوحيد. لا 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 لحظه 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 وين عادل؟ ما ادري. لا دقيقه طيب انا بقول لكم اللي شفته. انا ما قاعد اسمع. طيب اسمح لي بس ثانيه واحده. عادل بالله يعطني ثانيتين تكفى. كان عندي سؤال بس عشان ابعد السوس منك. تمام عشان ابعد السوس منك. انا يوم مسكت الكامات شفتك نازل قبل لا يطفى الكهرب جات الستوريج. بعدها وين رحت؟ انا كملت انا وكان معي ابو سويحل وناصر. ايوه وين رحت بعدها؟ وين رحت؟ كملنا على ابو سويحل وين راح؟ اسلم انا اقول لك شيء. إيه؟ الرجال معي انا وناصر 24 ساعه حلوين. إيه؟ ايجل كان يلحق سبايدر مان رايد. كان يقول بدايه الجيم ان ابو هزاع ومن يا رايد اللي معاك كان ابو هزاع. هذا وشو اللي كانوا معاك راوند اللي قبل اللي تضمنه ابو هزاع وناصر وجاسر وانت ببري بضل. ناصر ممتاز وببري ايجل. اثنين هذول ببريهم كامل. انا انسحب باذني ويشوفوني هذول. طيب اسمعوا عيال خلينا نلعب تحدي. نبي نفوز بالتاسكات. نبي نهين ام 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 لهذا. نفوز والله ايزي والله ايزي والله ايزي. يلا والله ايزي ايزي. ليتس جو ليتس جو. انا اشوف نفس اللي تشك فيه انت. يلا خل طقطق عليه من هنا. خل هنا تكفون. تفوزي بدها تصير 0.0.0.0. تعال يا احمد. أنا عارف النعمة يوم دخل قفلة التايمينج. والله صبت فيزي بس صعبة مرة يا عيال. أنا مش بس دورتها مرة يا عيال. يا ينسى بسرعة يا عيال قدام عيني يا عيال قدام عيني يسحب سويح يا عيال قدام عيني يقعد يندب عذنك كذا. انا اتكلم ركان انا بري هو ويقل ويقل. انت تضمن ناصر صح؟ لا انا ما اضمن ناصر. انا ما اضمن ناصر ابدا. انا ما اضمنه يا عيال. ليه نطولها؟ انا ما اضمن ناصر بالله. اتكلم شوي تكفى شوي يا عيال. بصوت على ناصر. خلص البوستر. يقول خلص مهمات عشان يستغل الوقت. يلا ممكن. انا احسني طولت. صح ذي والله توني اسمع. يا عيال مستحيل. رايد وين؟ هدو من متى رايد يسحب ويطفي كهرب يا عيال؟ وين راكان وطولناها والان بطلع عمو بضرب اجتماع. سلام عليكم. بدرب على الموت تلقاه. ايه اذا مت راكان بوستر. ايه اقسم بالله والله بنتي الجيم عيال. والله ايه مره صعب الموضوع. توقعت اني اقدر اذبح. كل ما سحبت واحد عيال ضربوا اجتماع. ما في الا حركه واحده براسي هي اللي اسويها. والله يا عندي حركه. في حركة براسي. لو أطفي الكوميونيكيشن ثم أجمعهم كلهم هنا وأسدد لهم تريبل. لو هنا أدبل كذا أدبل بسهم يا سلام والله بفوز. خليني أحاول أسويها. ولا الكهرب. وين العيال؟ دبل في الكامات. والله دبل في الكامات. هذا دبل. أبو العيال أبو شكله. هذا إيش؟ لا! 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 جبت العيد يا عيال. والله جبت العيد يا عيال.
رايح على السكرتي الكامات. مين كان موجود على الكامات؟ ابو سويحل وعادل، صح ولا لا يا عيال؟ صحيح. صح. طلعت من السكرتي وانا فوق اشوف سبايدر مان قاعد لحاله. ما شفتك انا، انا في الكامات ما شفتك. على يد اصبر واتفاجئ ان على يد اليمين ناصر. على كذا الكل سليم، ما بقى الا شخص واحد هو الوحيد المفقود، اس اكس بي. يلا طيب. اوكي 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 يا عيال اتهمني يا وين اتهمني، ارد ولا اسكت؟ انا لو لو لو, لو فرضنا اني انا الامبوستر ما عندي مشكله. احيانا تعرفون مودات امونج قلت شو الامبوستر يصير مرتين ورا بعض. قبل شوي كان راكان، بعده صار راسل، ثم صار راكان مره ثانيه، ثم لعبنا جيم الرابع. الجيم الرابع هذا اللي اقدر اقول لكم فيه ان الامبوستر عاد نفس ستوريو الجيم الاول. امبوستر سبك اي ما ضايع بالشبك، حاول طلق علي اكثر من مره، طلعني المره الاولى وحاول يطقطق علي، راكان تبغى تضغطني ما قدرت. انا بقول لكم شيء، صوتوا علي وطلعوني يا عيال، طلعوني طلعوني. انا بقى انا صوتت على نفسي الان. طالبكم طلبة، فوزوا عليه إذا السبك بالمهام. خلصوا مهامكم وفوزوا عليه. ولما مرت وجهك يا ركان، والله لما مرت وجهك يا ركان، والله لما مرت وجهك. اللعب صوت، لا تمشي عليكم يا سبايك. اللعب صوت. طيب أنا بموت يا عيال، يا عيال أنا بموت. صلوا على محمد، أنا بموت أوكي، بس تكفون بالمهام، تكفون اللي بخلص مهامي خلص. رب العزة لهينك يا ركان قبل لا أطلع، والله لهينك قبل لا أطلع، والله لهينك قبل لا أطلع. تعال ركان، والله لهينك يا الله، تعذب يا كلب. والله مود مره ممتع، لعبنا يمكن 6 ايام لما ضبط الحظ وصلت البوستر وخيت لكم افضل جيمين بالنسبه لي. الله يسعدكم يا جماعه، شكرا لدعمكم، لا تنسوا تشيكون على نون. امان الكريم.